بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل حديثنا حيث توقفنا في المحاضرة السابقة عند الفري ليفنج أميبي، وقلنا أن هناك إضافة إلى الباراسيتيك أميبي هناك جروب من الأميبا اللي هي حرة المعيشة في الانفايرومنت يسموها الفري ليفنج اميبي، وهذه الفري ليفنج اميبي تشمل لنا سبيشيز تعود الى الفاميلي اندوموبيدي، وتضم دورها النون باثوجينيك اميبي اللي هي باراسايت، حقيقة هي ليست باراسايت، هي كومنسال وتعتبر نون باثوجينيك مثل ما قلنا او غير ممرضة، but they are important. لماذا تأتي الامبورتنس لها؟ من خلال الكونفيوجن او الارتباك في التشخيص مع طفيلي الانتاميبا هيستولوجيكا. These amoebae include many free living amoebae، قلنا حرة المعيشة او طريقة في الانفايرومنت، و بعضها يكون باراسيتيك اذا لاقى الهوست اللي هو الهيومن بينج. These most non-pathogenic affecting human being هي ما يلي. المهمة بالنسبة لنا كلابراتوري تكنيشن اللي قد يحصل مس دايجنوزز مع الانتاميبا هيستولوجيكا، طفيلي هناك طفيلي يعني كومنسال مهم يعيش في الكولون اوف ذا هيومن بينج، ايضا من ضمن الانتاميبا اللي هو انتاميبا كولاي. هناك جروب اخر من الاميباز also، لكن هذه غير مهمه وراح وليست معنيين بها انتم، لان بنحصر نفسنا داخل سبيشيز معينه ولا هي داخله ضمن المنهج، فراح اترك لكم اياها على أي حال، منها الانتاميبا هارتماني والانتاميبا اندوليمكسنانا والانتاميبا فراجاليز وانتاميبا ديسبار. على أي حال هناك فري ليفنج ام اي بي، وهذه الفري ليفنج ام اي بي ذيك كومن صار، لكن هذه فري ليفنج ام اي بي يعني الانتاميبا كولاي هي كومنسال، يعني كثيرا ما نشاهدها ونشخصها في الستول اكزامينيشن على انها بالنسبه لل نون سكيلد اكسبيرينس بيرسون، يعني التكنيشن اللي يعني الان باقي في عمله قد يظن انها انتاميبا هيستولوجيكا، ولكن لا هي انتاميبا كولاي. لكن هذا الجروب من الفري ليفنج اميبي ليس متواجد يعني داخل ليس ككومنسال، انما هو فري ليفنج اميبي من ضمنها النجليريا والاكانثو اميبي. النجليريا اند اكانثو اميبي تعتبر كاكسيدنتال باراسايت، وعرفنا سابقا ما هو الاكسيدنتال باراسايت، يعني باراسايت يتواجد في الهوست اكسيدنتال، يعني ليس على الدوام، اذا حصل على الهوست فيكون باراسيتيك او في هيومن بينج، يحصل في الهيومن بينج. والماجوريتي اوف ذيس اميبي اللي هي النيجلاريا والاكانثو اميبا هي نون باثوجينيك كومنسال اور كوز مايلد انفكشن. نتعرف على واحد من أهم الانتاميبا اللي هي كومنسال اللي هو الانتاميبا كولاي. يعتبر الانتاميبا كولاي ك
كومنسال مثل ما قلنا يتواجد في الكولون، في اللومن فقط، في الكولون لللارج انتستاين او اللارج انتستاين للهيومن بينج، والانديفيدوال الصحيح اللي يعتني بنظافة مأكله ومشربه لا نجد فيه الانتمي والكولاي، انما تحدث في الاشخاص اللي يحصلهم يعني غير مهتمين بنظافة الأواني أو المأكولات الفيجيتابل اللي يأكلوها وما إلى ذلك، فيحصل لهم الانفكشن بالأنتاميبا كولاي، ومثل ما ذكرت أنها كومنسال وليست باثوجينيك. تشخيصها اكزامينيشن يعكس لنا على تردي الحالة الصحية للفرد، يعني لا يهتم ب نظافة الأواني ونظافة الفيجيتابلز وما إلى ذلك اللي يأكلها الفرد. انتاميبا كولاي تعتبر وورلد وايد ديستريبيوشن، وتعتبر كذلك مثل ما ذكرت نون باثوجينيك ككومنسال، يوجد في اللارج انتستاين اوف هيومن بينج، وهي انتستاين الأميبا، تعتبر كومنسال في اللارج انتستاين للهيومن بينج. الميديكال امبورتنس للانتاميبا كولاي ات ماي بي مستيكن، ليش ندرسه؟ لانه مثل ما قلت سلفا انه نون اكسبيرينسد او نون سكيلد تكنيشن، يعني المتخرجين حديثا واللي ما عنده المام كافي بالتشخيص يعثر عليه اثناء الستول اكزامينشن، يتصور هي انتميبا هيستولوجيكا ولكنها انتميبا كولاي. It may be mistaken for انتميبا هيستولوجيكا. انتميبا كولاي يا طلبة الرابعة مختبرات في اللايف سايكل لها تمر بتو ستيجز. هذه الاستيجز مثل ما مرت بها الانتميبا هيستولوجيكا قلنا تمر فور ستيجز، لكن انتميبا كولاي تمر بتو ستيجز اونلي، وهذه الاستيجز هي التروفوزويت والسيستيك ستيج. يعني معناه انه هناك تروفوزويت في اللومن اوف ذا كولون اند سيكم اند لارج انتستاين اوف هيومن بينج، وبعد ذلك يحصل لها السيست فورميشن. الامبورتنت مورفولوجيكال فيتشرز ار، شو لاحظ في التروفوزويت؟ التروفوزويت اوف انتاميبا كولاي عادة ما يكون larger bigger in size than that of Entamoeba histolytica. يتراوح الدياميتر او القطر لهذا الانتميبا كولاي تروفوزويت ما بين 20 الى 50 مايكرون، ونلاحظ انه يكون بالدايركت سمير. من نجي نفحص الستول نعثر على تروفوزويت فيكون سلاجشلي موتايل، يعني نون اكتيف، ليس اكتيف في الموتيلتي او في الحركه كما شاهدناه في الانتاميبا هيستوليتيكا. وعند فحص التروفوزويت نجد انه السيتوبلازم مليء بالفود فاكيولز، وهذه الفود فاكيولز انسايد ويتش داخلها يوجد عدد كبير من البكتيريا، فهو يتغذى على البكتيريا but none not on erythrocyte. الانتميبا هيستولوجيكا كانت مليئه بالإريثروسايت لكن no red blood cell in انتميبا كولاي. الاكتوبلازم is not clear مثل ما كان بالانتميبا هيستولوجيكا، ودائما نجد انه هناك small pseudopodia. احنا لاحظنا في الانتميبا هيستولوجيكا يكون لها finger like pseudopodia. Also an entamoeba coli it has one nucleus, والنوكليوس تكون big and contain large eccentric كاريوسوم، يعني تحتوي لنا على الكاريوسوم اللي هي المادة النووية كبيرة.
وتكون يكون موقعها اكسنتريك، اي معنى بمعنى ذلك انه موقع طرفيه، and large chromatin granules arranged regularly beneath the nuclear membrane. نشاهد الصوره هنا. قلنا هناك نوكليوس، والنوكليوس يكون لها كاريوسوم، والكاريوسوم يكون اكسنتريك وليس سنترال مثل ما كان في الانتاميبا هيستوريتيكا. نشاهد الصورة الأخرى. هذا هو السيست اوف انتاميبا كولاي. مثل ما قلنا هناك سنجل نوكليوس و يحتوي على اكسنتريك كاريوسوم. سيست يكون شكل السيست في الانتاميبا كولاي كما لاحظنا الان راوندد اور اوفال ان شيب، ودائما يكون لارجر ذان ذات اوف انتاميبا هيستوريتيكا. Diameter of the cyst, it ranges from 10 to 30 micron in size. ودائما نجد فيه prominent glycogen mass in the early stages. يعني كل ما يكون السيست الآن متكون حجم الجلايكوجين ماس تكون كبيرة. إضافة إلى الجلايكوجين ماس يوجد هنا structure اللي يسميه الكروماتويد بوديز. الكروماتويد بوديز أيضا كانت متواجدة في الانتاميبا هيستوريتيكا، لكن شكلها في الانتاميبا كولاي يختلف. يوصفوها بأنه سبلنتر لايك اند irregular ان شيب. The mature cyst of انتاميبا كولاي، احنا لاحظنا في الانتاميبا هيستوريتيكا الماتشور سيست يحتوي على 4 نوكلياي او كوازي نوكلياتيد سيست، في حين ان الماتشور سيست اوف انتاميبا كولاي يحتوي على 8 نوكلياي كما نلاحظها في الشكل التالي. لو نفحص هذا هو السيست مثل ما قلنا اوفال بس سم تايمز راوندد، واذا نحسب النوكليا الموجوده 1 2 3 4 5 من الجهه الاخرى من بينها لازم يعني الفوكسنج نعدل الفوكسنج فيطلع لنا الاذر نوكلياي اللي هي هنا قلنا 1 2 3 4 5 ومن الجهة الأخرى توجد 6 7 8 نوكلياي كما نشاهدها في التخطيط التالي أو في الرسم التالي. وهذا هو الكروماتويد بوديز، وتوجد هناك جلايكوجين ماس انسايد السيتوبلازم. اللايف سايكل اوف انتاميبا هيستوريتيكا تكون على العموم سيميلر تو ذا اللايف سايكل اوف انتاميبا كولاي، على العموم سيميلر تو ذات اوف انتاميبا هيستوريتيكا اكسبت ذات الانتاميبا كولاي مثل ما اوردت سابقا انه تكون تبقى في اللومن اوف ذا لارج انتستاين، اذا هي كوكومنسال وليس باراسيتيك without tissue invasion. قليلا جدا نادرا ما يحصل بها tissue invasion، لذلك نعتبرها كنن باثوجينيك لان لا ينتج عنها اي كلينيكال سيمتوم او ساين جراء وجود الانتاميبا كولاي داخل اللارج انتستاين اوف هيومن بينج. هذا هو السيست، وقلنا دائما السيست اوف انتاميبا كولاي بيجر لارجر ذان ذا سيست اوف انتاميبا هيستوريتيكا اباوت
نشاهد هنا هذه النوكلياي 1 2 3 4 5 6 نعم 8 نوكلياي. الدايمتر لها على العموم نلاحظ هنا خلينا سكيل، السكيل هذا يقرأ 10 مايكرومتر. فعلى العموم السيست لو نجيب نقيس هذا السكيل نلقي انه السيست دايمتر از اباوت 20 تو 30 مايكرون على العموم. الآن نشوف الـ differences أو نرى نقارن differences between Entamoeba histolytica and Entamoeba coli. مثل ما قلنا هناك مرحلتين للـ Entamoeba coli داخل التشو او داخل الانتستاين اوف هيومن بينج، وهما مثل ما قلنا التروفوزويت والسيست فورم. التروفوزويت نلاحظ هنا هذا الجدول بين الانتاميبا هيستولوتيكا والانتاميبا كولاي. ماذا نرى؟ السايز اوف ذا تروفوزويت ان مايكرومتر. انتاميبا هيستولوتيكا على العموم 12 تو 60، في حين ان الانتاميبا كولاي 20 تو 50، يعني على العموم لارجر ذان تروفوزويت اوف انتاميبا هيستولوتيكا. موتيليتي الانتاميبا هيستولوتيكا اكتف، في حين ان الانتاميبا كولاي تعتبر سلاجشلي موتايل. دائما نفحص التروفوزويت اوف انتاميبا هيستولوتيكا نجد فينجر شيب سودوبوديا، في حين انه في الانتاميبا كولاي يكون السودوبوديا شورت وبلانت ولا تتعدى سلولي اكسترودد فروم ذا بودي، يعني فيها خروج شيء بسيط من التروفوزويت. السيتوبلازم هنا في الانتاميبا هيستولوتيكا قلنا كليرلي ديفايند، اكو هناك اكتوبلازم واندوبلازم، في حين في الانتاميبا كولاي نون نوت ديستينكت ديفرنشيشن، يعني من الصعوبه نقول هذا الجزء اكتوبلازم وهذا الاندوبلازم. عندنا فحصنا للانكلوجن اللي هي الفاكيولز في السيتوبلازم الانتاميبا هيستولوتيكا، نجد ان هناك ماسز اوف ريد بلاد سيل ونو بكتيريا ان ذا فاكيولز، في حين على العكس من ذلك في الانتاميبا كولاي هناك بكتيريا ماني بكتيريا اند نو اريثروسايت، لان الباراسايت يعني هذا الكومنسال لا يحتاج التغذي على الاريثروسايت. النوكليوس not clearly visible in Entamoeba histolytica but it is very visible in unstained film، يعني مجرد ان نفحص فريش ستول ونعثر على الباراسايت راسا نشوف ونميز النوكليوس في وسط الاورجانيزم. مع هذول المهمين اللي اذكر لكم اياهم في مرحلة السيست، السايز اوف انتاميبا هيستولوتيكا سيست ميجر 20 تو 15 10 تو 15 مايكرون ان انتاميبا هيستولوتيكا، ان انتاميبا كولاي لارجر بتوين 10 تو 30 مايكرون. نوكلياي ان ماشور سيست على العموم قلنا كوادري نوكلياتيد في الانتاميبا هيستولوتيكا اند ان انتاميبا كولاي 8 نوكلياي، وهذا الديفرنس مهم جدا. هناك جلايكوجين ماس ان يوني نوكليات انتاميبا هيستولوجيكا وبعدين يضمحل،
لما نشوفها في عندما يكون ماشور السيست، في حين انه النوكلياي سوري الجلايكوجين الماس نراه في الانتميبا هيستولوتيكا في انتميبا كولاي سيست، الى ان يصل النوكلياي عدده الى 4، بعد ذلك يختفي. اخيرا الكروماتويد البديل في الانتميبا هيستولوتيكا عددها 1 to 4 with rounded end، يعني نفحص الكروماتويد بدي الاند مالتها تكون rounded، في حين في الانتميبا كولاي شكلها سبلنتر لايك with angular edges، يعني كالمستطيل كالمستطيل، يعني الانجل مالها تكون شارب. هذا الكومباريزن بين الديفرنسز بين انتاميبا هيستولوتيكا اند انتاميبا كولاي في التروفوزايت وفي السيست. بعد ان انتهينا من قلنا الانتاميبا كولاي it is non pathogenic، ووجوده في الستول يعتبر ك indication ان بانه هذا الشخص غير مهتم بنظافه ماكله ومشربه، وهي تاتي اصلا من fecal contamination. نعم، هذا يتم التفريق هكذا ما بين الانتاميبا هيستولوتيكا والانتاميبا كولاي. هناك اذر انتميبي مثل ما قلنا، هناك اندوليماكس نانا، وهناك الانتميبا هارتماني، وهناك الانتميبا جينجيفالز، وهذه تحدث في الماوث وهي كومنسال ايضا، وتعتبر ايضا ساين اوف اتس بريزنس، يعني وجودها في الماوث كافيتي، وخصوصا بالدنتال كيريس، يعني الاشخاص اللي يكون عندهم تسوس في الاسنان فيحصل وجودها في الدنتال كيريس او في المنطقه المتسوسه للاسنان. ودائما الباراسايت هذا اللي ينتمي بالجنجيفالز ينتقل ما بين شخص الى اخر بواسطه استعمال الايتينج يوتنسل، يعني استعمال الملاعق والشوكات وما الى ذلك، وكذلك يحصل بواسطة الكيسينج، يعني عندما يحصل كيس ما بين individual لindividual، يعني human being to other individual. هناك ال أيودو أميبا بشري، هناك كذلك الانداي انتاميبا فراجيلز، هناك الانتاميبا بوليكي، هناك ايضا انتاميبا نانا، انتاميبا نانا نعم، وكل هذه الكومنسال الان مرينا عليها. بعد الانتميبا كولاي ما تهمنا، وانتم غير مطالبين بها، نتركها الى هالحد. نكون قد انتهينا من الانتميبا ومشاكلها، وننتقل الى باراسايت اخر ايضا يحدث في اللارج كولون، واسمه البلانتيديوم كولاي، والبلانتيديوم كولاي يعتبر من السيليات اي من الهدبيات،
ووجود في الانديفيدوال المصاب ايضا يعكس لنا حاله تردي، حاله الصحيه يعني ايضا ما يعتني بنظافه ماكله ومشربه، خصوصا الاواني والملاعق وما الى ذلك، ويحصل انفكشن بالسيست ستيج. وهذا الباراسايت اصلا هو ياتي من البيجز، والبيجز هي الخنازير اجلكم الله. فالبلانتيديوم كولاي يحصل الانفكشن به في الوسترن هيمسفير او في اليوروبيان وكونتريز اند امريكا، لان هم يخربون الخنازير، والاشخاص اللي يشتغلون في الفيجريز يعني مزارع تربية الخنازير يختلطون مع الخنازير، ولذلك يأخذون الانفكشن من الخنزير. ما راح نتعمق به، ويكفي أن تتعرفون هنا أن هناك سيليت هي البلانتيديوم كولاي، أيضا يحصل الانفكشن بها للهيومن بينج. يتواجد الباراسايت في اللارج انتستاين اوف ذا هيومن بينج، يعتبر كباراسيتيك وينشا عنه ديزنتري، والديزنتري غير مصحوب ببلاد، ودائما الباراسايت يسبب لنا ابسسز او خراجات في جدار اللارج انتستاين، واكثر من الحد احنا انا ما راح اطالبكم به. بالنسبه للانتميبا هيستو انت سوري البلانتيديوم كولاي، و السيس الانتميبا كولاي مرحل بمرحلتين، مرحله تروفوزويد ومرحله السيست مورفو سيست فورميشن. فكل التروفوزويد يحتوي لنا على تو نوكلياي، واحدة بيج، هذه هي البيج نوكلياس أو ماكرو نوكلياس، وبالسنتر إلها هنا المايكرو نوكلياس أو سمول نوكلياس، ويكسو سطح الخارجي مثل ما قلنا السيليا اللي يتحرك بها داخل اللارج انتستاين أو في الوسط اللي يكون موجود فيه. أكثر من هذا ما راح أطالبكم به، وهو يسبب لنا ديزيز، والديزيز نسميه بلانتيدياسيز، وهو واحد من الزونوتيك انفكشن، يعني ينتقل الإصابة به، زونوتيك ديزيز تنتقل الإصابة من الأنيمال إلى الهيومن بينج، ندعوهم زونوتيك انفكشن. أكثر من هذا ما راح أطالبكم فيه فيما يخص كذلك البلانتيديوم كولاي. هذا الحد نكون قد أكملنا الانتميبا هيستولوجيكا والجروب مثيلاتها. ننتقل إلى باراسايت آخر اللي هو يعتبر تكملة بعد، لا نزال في الفري ليفنج أميبي. هناك جروب من الأميبا ندعوها احنا سميناها سابقا ودرسنا منها الانتميبا كولاي، وهناك جروب آخر من الأميبا حرة المعيشة في الانفايرومنت نسميها الفري ليفينج أميبي أو الأميبا حرة المعيشة. هذه الأميبا ليست باراسيتيك، هي اوبورتونيستيك، هي عادة ما توجد في مناطق محددة من الانفايرومنت،
وتكون فري ليفينج، إلا أن يجي الهيومن بينج ويحصل له تماس مع هذه الفري ليفينج ام اي بي، يعني الستيجز من ياخذها تدخل الى البادي للهيومن بينج، وعند ذاك ان دخلت الى البادي للهيومن بينج فعند ذاك تحدث لنا ديزيز، والديزيز في كل منها احنا قلنا تشمل لنا النجلاريا وتشمل لنا الاكانتو اميبا، كل منها يعتبر ديزيز خطر للهيومن بينج وللصحة العامة كذلك. الفري ليفنج اميبي الموست امبورتنت فري ليفنج اميبا ذات هاف بين ايدنتيفايد از سنترال نيرفس سيستم باثوجين. هذه الفري ليفنج اميبي قلنا هي بواقع الحال هي فري ليفنج موجوده في الانفايرمنت، لكن اذا حصل لها هوست وتم اخذها من قبل هيومن بينج فالمكان المفضل لها اللي تعيش فيه داخل البادي هو السنترال نيرفس سيستم، معنى اخر البرين والسيريبرو سباينال فلويد، عند ذاك تعتبر كسنترال نيرفس سيستم باثوجين. وهذا الفري ليفنج ام اي بي ضم كل من النجلاريا، والنجلاريا السبيشيز هي النجلاريا فاولري، نجليريا فاولري وسبيشيز اخر لجينس اخر يدعى بالاكانثو اميبا. اكانثو اميبا النجليريا فاولري تسبب لنا ديزيز، والانفكشن يسبب لنا بها ديزيز اللي يدعى بالبرايمري أميبك مننجو انسيفالايتس. أكرر، برايمري أميبك مننجو انسيفالايتس، لأنه الباراسايت قلنا يصل إلى البرين، وأول ما يصل بالبرين هناك مثل ما تعرفون إذا تتذكرون من دراستكم البرين يحيط به، البرين تحيط به من الخارج ممبرين، وهذه الممبرين سميناها المننجيز. نعم، فيدخل الأورجانيزم بعد أن ينجح في اختراق المننجيز أول مرة يسبب لنا مننجايتس أو inflammation of the membrane of the brain، وبعد ذلك من ينجح إلى في اختراق المننجيز ويصل إلى البرين فيسبب لنا مننجيو انسيفالايتس، يعني التهاب المننجيز الممبرين تحيط بالبرين، وكذلك التهاب المخ. احنا نلاحظ هنا سميناه البرايمري اميبك مننجيو انسيفالايتس اللي يسبب لنا يا نجليريا فاولري، لكن هناك سكندري اميبك انفكشن اوف ذا برين تحدث لنا يا اورجانيزم اخر اللي درسناه سابقا قبل المحاضرة السابقة اللي هو الانتاميبا هيستولوجيكا، عندما تسبب لنا اكسترا انتستاينال اميبايسيز. anyway البرايمري اميبيك مننجيو انسيفالايتس يتسبب عن طريق النجليريا فاولري، وهو فولمننت، فولمننت يعني اكسبلوسيف، فولمننت اكسبلوزيف يعني فولمننت اكيوت. تسمع لي؟ نعم
دكتور عفوا، احنا انت نزلت ملزمة غيرها اللي عاد شرحها شنو هي اللي نزلتها بالكلاس روم. اسف شنو ثواني، هي هاي هاي من نزلتها الكلاس روم؟ الهومينيز، نزلت نعم ملزمة ساعة عاد شرحها. اشرح بلاستوستيك هومينيز نزلتها انت. اي بعدها يا شو اسمك شو اسمك عفوا دكتور، نحن بس هاي اللي نزلت لنا هي هسه حاليا، بس لازم ظلت عندنا الملزمة هاي. هاي نزلتها قبل البلاستوسيستس ابني ما اعرف دكتور، انا هسه اكثر الطلاب موجودة هم يقولون ما عندنا. موجودة بالكلاس روم ابني هاي من الكلاس روم انا ما جايبها من جيبي عرفت؟ حتى هم شيكني كلاس روم، الكلاس روم هم ما بي. اعتقد دكتور انت متوهم. لا ابويا ما متوهم هاي من الكلاس روم ده اقول لك اوكي شو اسمك؟ دكتور عبد الملك، ايه عبد الملك تلقيها يا ابني وبعدين نتواصل بعد المحاضرة كلمني اوكي اوكي دكتور. ايه اذا احنا هذا الجزء الاخير من الفري ليفنج اميبا فقلنا ان جلاريا فاولري كوزنج فولمننت وقلنا فولمننت يعني اكسبلوزيف اكيوت بريزنتيشن ماماكينج بكتيريال اور فايرال مننجيو انسيفلايتس ار تيبيكلي كولد باي نجليريا فاولري اذا النجليريا فاولري تسبب لنا اكسبلوزيف او فولمننت اكيوت بريزنتيشن ماماكينج يعني يشابه او يماثل واضح ماماكينج الساين اللي تحدث لنا اياها اثناء الاصابه بالبكتيريال او الفايرال ايجنت اللي يسبب لنا مننجيو انسيفلايتس هذا الانفكشن بالنجليريا فاولري في الهيومن بينج نسميه برايمري اميبك مننجيو انسيفلايتس يختصروه ب بي اي ام برايمري اميبك مننجيو انسيفلايتس البرايمري اميبك مننجيو انسيفلايتس يعتبر فيري رير يعني نادرا ما يسمع به نادرا ما نعثر عليه واذا حصل اخذ هيومن بينج الانفكشن بالنجليريا فاولري اللي سبب لنا برايمري اميبك مننجيو انسيفلايتس يعتبر الديزيز فيتال وفيتال معناها مهلك اذر سبيشيز اللي سبب لنا الانفكشن اذر سبيشيز هاف مور سب اكيوت تو كرونيك بريزنتيشن ماماكينج يعني ريزمبلينج السبتيك مننجايتس يعني يحدث لنا في البرين وفي المننجيز انفلاميشن وكذلك تكون السبتيك يعني without bacterial or viral infection اذا هو يسبب لنا اياها السبتيك مننجايتس ويسبب لنا كذلك برين ابسس وفي بعض الحالات النادرة قد يسبب مالجنسي أو كانسر في السنترال نيرفس سيستم لو لاحظ الصورة هنا هذا يسوي يبين لنا التروفوزويت اوف نجليريا تروفوزويت اوف نجليريا والتروفوزويت اوف نجليريا بلاحظ هذا شكله على العموم شو حين هذا الشكل
من الثمار البايريفورم اور بير شيب. بايريفورم يعني شكله كشكل الكمثرى، واضح. وفي النهاية الأمامية إلى تو فلاجيلي. إذا التروفوزويت يكون باي فلاجيليتد في ال، وهو فري في الانفايرومنت، يعني نوت نون باراسيتيك، عنده تو فلاجيلم وشكله مثل ما قلنا بير لايك اور كشكل الكمثرى. مورفولوجي، وهذا هذا التروفوزويت اللي هو يكون في الفري في الانفايرومنت، وهذا هو السيست، هذا السيست للنجليريا فاولري، وهناك في السيست سنجل نوكليوس. مورفولوجي، مورفولوجي هناك مرحلة تروفوزويت، والتروفوزويت تكون أميبويد تروفوزويت about 10 to 20 micrometer in diameter and have a slug-like shape and non-motile and sorry motile. الموفمنت هذه من أذكر يعني في الأنتميبا هيستوريتيكا والأنتميبا كولاي، من أذكر الأرقام هاي ضرورية لكم في الأنتميبا هيستوريتيكا والأنتميبا كولاي، خاطر تعرفون تميزون. أما إذا أذكرها هنا في النجليريا ما أطالبكم بها. الموفمنت occurs by the organism extending broad plant pseudopodia. إذا التروفوزويت أيضا في النجليريا إلى pseudopodia and then having the intracellular fluid and content flow into the projection. يعني يتحرك التروفوزويت بواسطة السودوبوديا بواسطة حركة السيتوبلازم، التروفوزويت إلى ميتوكوندريا، ودائما يحدث فيه ايروبيك ميتابوليزم. ما لطالما وجدت الميتوكوندريا اذا طريقه الريسبيريشن الى ايروبيك، ويحصل ايروبيك ميتابوليزم يعني يستهلك الاكسجين. And the primary amoebic meningoencephalitis usually only the trophozoite is found in the tissue. يعني عند قيام الفحص بالفحص للمننجيز او للبرين، وناخذ طبعا الشخص سلك، ناخذ سامبل من التشو ونفحصها مايكروسكوبيا او بطريقه اخرى من اخذ عينات من السيريبرو سباينال فلويد، نجد انه هناك الاورجانيزم او التروفوزويد. هذا الصورة يبين لنا سكشن للبرين تشو. هذه النيرف سيل للبرين تشو، واضح. ونجد انه الباراسايت شكله يختلف عن شكل النيرف سيل. هذا في البرين سكشن مصبوغ طبعا. عند إجراء الزرع في اللاب، في اللاب روتوري، نحصل على كذلك التروفوزويت ان فيترو كلتشر، والتروفوزويت يحصل بتكوين السودوبوديا اللي ذكرت لكم إياها. فهذا هو التروفوزويت اوف نجليريا فاولري في البرين وفي الكلتشر او في الزرع في المختبر. مثل ما قلنا يحدث التروفوزويت عندما يكون باراسيتيك، يحصل به
موجودة في التشو البرين تشو، وهناك الفلاجيليت فورم. الفلاجيليت مثل ما قلنا قبل قليل it is spear shaped، يعني شكله كشكل الكمثرى، و it has two flagellum، يعني عنده عدد اثنان من الفلاجيلي، وهذا اللي يميز النجليريا فاولري من اثر اذر باثوجينيك فري ليفنج اميبي، يعني لا توجد فري ليفنج اميبا غيره يحتوي على تو فلاجيلم. يعتبر الفلاجيليتد فورم لطالما هو فلاجيليتد فلا يحصل فيه it is not dividing، لا يحصل فيه multiplication، وكذلك لا يحصل به feeding. The flagellate stage is entered as a response to change in pH، استجابة لحاجة الباراسايت لتغيير ال pH أو ال ion concentration of amoeba. بعدين هذا الباراسايت يتطور إلى باي فلاجيليتد اورجانيزم أو باي فلاجيليتد سيل، and this change can be induced by placement of تروموزويت، يعني نستطيع إجراء أو تحفيز التغيير بالشكل من إدخال التروفوزويت، ناخذه من الكلشار نخليه في ديستلد ووتر يتغير شكل الأورجانيزم. نعم، المطلوب لكم من هذا الكلام منا إلى هنا إلى هذه، تعرفون أنه الشيب إلى بير شيب وعده تو فلاجيلام، اللي يميز النجليريا عن اذر نون باثوجينيك اميبي، وكان الله يحب المحسنين. واضح المطلوب منكم من هذا الفلاجيليتد هذا الجزء. هذه صوره تروفوزويت من يكون عنده تو فلاجيلا مصوره تحت السكاننج الكترون مايكروسكوب، يبين لنا التروفوزويت وهناك باي او تو فلاجيلات الاورجانيزم. هذا تروفوزويت. السيست اوف نجليريا فاولري، السيست اوف نجليريا فاولري يكون عادة سفيريكال ان شيب. نلاحظ هنا الصورة هذه، هذا هو السيست، يوضح لنا انه السيست يكون سفيريكال ان شيب، واضح، وتوجد في السنتر فور، هذه بدي اشير لكم عليها اللي هي البروميننت البور اللي يخرج منه التروفوزويت بعد ان يكون الباراسايت قد دخل الى التشو. على اي حال سفيريكال سيست، السيست يكون سنجل وولد، يعني يمتلك وول والوول طبقة واحدة، وهناك السيست من 8 إلى 12 مايكرومتر ان ديامتر، والأميبي ان أميبا ان سيست اندر هارش كونديشنز، يعني من يمر الأورجانيزم بظروف صعبة جدا يحصل إلى تكوين السيست، والسيست يكون سفيريكال
والسيست يكون نون موتايل، سيست ار نون موتايل، وكذلك نون فيدنج. لطالما هو سيست فلا يحصل به فيدنج، يعني خلص بعد هو سيست، يعني تكيس داخل وول، الوول هذا سنجل لاير، واصبح نون فيدنج، يعني ما عنده كل اكتيفيتيز، هو داخل سيست. لكن عندما وين ذا كونديشن امبروف، هذا السيست تمر عليه ظروف جيدة مواتية لمعيشته، وين كونديشن امبروف، من تتحسن الكونديشن، ذا اميبا الموجودة داخل السيست هذا كان اسكيب ذا سيست ثرو ذا بور، من تصبح الظروف مواتية فالأميبا الموجودة داخل السيست تخرج من خلال هذه البور اللي أشير لكم عليها، اللي موجودة in the middle of the cyst. هذا هو cyst of Naegleria fowleri. الآن كيف يحصل الانفكشن للهيومن بينج؟ كيف يحصل الانفكشن للهيومن بينج بالنجليريا فاولري؟ احنا نلاحظ النومنكليتشر السبيشيز فاول ان لاتينز اور ان انجلش نفس الشيء، متأتية من البيردز، لأنه الباراسايت يتواجد في الاكسكريتا للتشيكن والأذر بيردز، فسمونه نجليريا فاولري. انفكت بيبول، نجليريا فاولري انفكت بيبول. كيف يحصل لهم الانفكشن لهذه البيبول للناس؟ by entering the body through the nose. ونعرف what is nose. nose ايه الانف يعني. بعد ما يأتي هناك اماكن تحتوي على مياه راكدة، وهناك اماكن تاريخية تحتوي على مياه راكدة، ويعتقد الناس انه هذه مياه تشفي وما اعرف ايش من الافكار اللي عند الناس. فبعض الاحيان يجون الاشخاص اللي يزورون هذه الاماكن التاريخيه من الازمان الرومانيه ومن يعني العصور السابقه، فيريد ياخذ يمد ايده وياخذ من هذه المياه الراكدة، وهذه المياه الراكدة يحصل بها التلوث، والتلوث يحصل بهذه الفري ليفنج اميبي اللي هي يحصل لها تلوث بالنجليريا فاولري. بعد ما ياخذ حفنة ماء ويدخلها، يعني يستنشق بها بأنفه، فيدخل الماء إلى داخل الأنف ويصل إلى أعلى الأنف، هناك يلامس الكريبين فورم بليت يسموها. فعند وصول هذه المياه الملوثة إلى أعلى الأنف ووصول هذه الأكانثو أميبا إلى هناك، يكون إلى المقدرة على اختراق الميوكس ممبرين واختراق التشو إلى أن يوصل إلى الليبرين من خلال من هذا الطريق. أو في بعض الأحيان يدخلون هؤلاء الأشخاص للاستحمام أو للسباحة في هذه الأماكن، أو بعض منهم يجري عملية دايفنج، أي الغوص
في هذه الأماكن تجمعات المياه والليكس البحيرات اللي تحتوينا، خصوصا الورم فريش ووتر بليسز. فعند دخولهم للسباحة أو للغوص أو الاستنشاق هذه المياه الملوثة بالسيست أوف نيجليريا فاولري، يصل الباراسايت أو الأورجانيزم إلى أعلى الأنف، ويستطيع عملية التنقل من عبر الميوكس ممبران في أعلى الأنف في النوز، ويخترق التشو إلى أن يصل نجليريا فاولري، أميبا ترافلز أب، يعني تصعد باختراق الميوكس ممبران ذا نوز اوف ذا نوز تو ذا برين، إلى أن تصل إلى البرين. من وصلت إلى البرين يدخل البرين تشو، ويكون وسط مناسب لتكاثر الباراسايت، فيبدي الباراسايت فيدينج، ويحصل له طرح انزيم، وهذه الانزيم very harmful and it destroy again it destroy the brain tissue، يعني تهاجم وتقضي على البرين تشو، تحصل به تشو دمج. نعم، الصورة التالية شوف انه السيست، هذا السيست، وهذا هو التروفوزويت اوف نجليريا فاولري، هذا هو الفلاجيلوم. الأميبي can be found in bodies of warm fresh water، مثل ما قلنا يحصل تلوث لهذه الأماكن تجمعات المياه كالبحيرات وما شاكل ذلك، بئر قديم متروك، أماكن تجمع مياه لفترات زمنية طويلة. يحصل أيضا discharge من المعامل أو الاندستريال بلانتس، معامل طرح نفايات وما إلى ذلك، أيضا يتم تصريفه إلى مكان واحد تجمع مياه هذه فينمو بها أو يتواجد بها الأورجانيزم. وأيضا هذا مهم، في المسابح السويمنج بولز إذا دائما يجب إجراء عملية كلورينيشن أو إضافة كلور بكميات كبيرة للحفاظ على سلامة المياه وصحيتها للناس اللي يدخلون لأجل السويمنج. فإذا حصل تدني في عملية الكلورينيشن أو أن كلورينيتد ووتر، فأيضا الطفيلي يستطيع البقاء في هذه الأماكن، ويستطيع التكاثر وتلوية المياه، وكل ما ارتفعت درجة الحرارة يكون الطفيلي الظروف مناسبة له في هذه الأماكن. كذلك يحصل contamination للسويل، إلا أنه يستحيل وجود النجليريا فاولري في السولت ووتر السي ووتر، لأن درجة الملوحة عالية، وكذلك الأوشن. نعم، هذا أيضا الأميبا كان ديفاوند، بس تعرفون وين يوجد الأورجانيزم. نعم، هذا اللي أطالبكم به، يعني نقول يوجد في
الليكس والهوت سبرينج والسويمنج بولز اللي يكون الووتر فيها ان كلورينيتد او مينيمال ديجري اوف كلورينيشن. هذا اللي اطالبكم به. وكذلك قلنا ملحوظه مهمه، النجليريا لا تستطيع العيش في السولت ووتر خصوصا السي والاوشن ووتر. الصورة التالية تشوف ان الانفلاميشن، بنلاحظ الريدنس، والريدنس علامة من علامات الانفلاميشن. هذه المننجيز والبرين تشو كلها صاير بيها كونجشن، والكونجشن معناها انفلاميشن، كونجشن اوف ذا blood vessels، يعني اكو severe inflammation في the brain tissue اللي سميناه meningio encephalitis. كيف هذا هو المهم انه بالنسبة لكم ك laboratory technician، اذا ارسل لكم شخص طلب منكم أغلق المايكات، يا أغلق المايك عندك. Diagnosis of primary amoebic meningoencephalitis اللي هو الإصابة بالنجليريا فاولري كان بي diagnosed. نستطيع إجراء التشخيص إلى بإحدى هذه الطرق: detecting Naegleria fowleri organism in cerebrospinal fluid, biopsy or tissue specimen. من يدزونا sample مال cerebrospinal fluid أو biopsy brain biopsy أو meninges أو other tissue. The motile amoebae نفحصها مجهريا microscopic examination. نستطيع وجود العثور على الموتايل اميبي. ايه كان بي اوف رابيدلي موفينج، يتحرك في اندر ذا مايكروسكوب. عندما نفحص فريش سامبل من سيريبرو سباينال فلويد اميبي كان اولسو بي ستيند. نستطيع اكثر التحري على الاورجانيزم باجراء عمليه ستيننج، ونستعمل الجمزة رايت ستين اور موديفايد تراي كروم ستين كما في الصورة التالية. فهذه لوكوسايت، لاحظ هذه كلها نوتروفيل وبعضها المونوسايت، وهذا هو التروفوزويت اوف نجليريا فاولري مثل ما قلنا بير فورم ان شيب يرفورميشن. إذا نقوم بالفحص المجهري مايكروسكوبيك اكزامينيشن للتحري عن وجود أو البايوبسي أو السيريبرو سباينال فلويد إلى آخره، مشاهدة الأكتيفلي موتايل أميبي. نعم، إذا اتطلب الامر وقوم باستخدام الستيننج لهذه البايوبسيز او السيربروسباينال فلويد باضافه جمزه ورايت اور موديفايد ترايكروم ستين. النجليريا فاولري ايضا يجرى لها دياجنوزز باستخدام تقنيه البي سي ار او بوليمريز تشين رياكشن، التحري عن النوكليك اسيد يعني الار ان اي والدي ان اي. السيربرو سباينال فلويد او التشو بايوبسي او اذر تشو سبيسمن، البي سي ار نستطيع بي سي ار كان بي يوزد
to amplify and detect DNA. قلنا نستخدم الـ PCR نكبر الموجود عندنا من مولكيول الـ DNA، نستطيع بواسطة الـ PCR التحري عن وجود DNA الباراسايت from the amoeba الموجودة في السيريبروسباينال فلويد. It enables كذلك تمكننا من عملية الـ differentiation of strain، لأنه كل strain إلى DNA شكل معين. ساعدنا أيضا الـ PCR في الـ differentiation of strain أو subtypes of Naegleria fowleri. الـ Naegleria fowleri تمتلك أنتيجين، والأنتيجين عادة ما يكون في الشخص المصاب في الـ cerebrospinal fluid أو العثور كذلك على بايوبسي أو تيشو سبيسمن. إذا الـ PCR خلوه بايكم هو طريقة متقدمة الآن لتشخيص كل الـ diseases. كذلك من إجراءات لـ diagnosis of infection with Naegleria fowleri إجراء عمليات الكلتشر أو الكلتيفيشن. الأميبي كان بيقرون الكلشر أدنى دزونا أبسلون بايوبسي، والبايوبسي هذا بي كمية قليلة يعني عدد محدود من الأورجانيزم، يعني يستطيع إجراء جهد كبير للعثور على الباراسايت. إذا ما وجدناه نقوم بعملية إجراء الكلشر في اللاب. لماذا؟ To increase احتمالية العثور على الأميبا بواسطة الميكروسكوبيك إزامينيشن، وبعد ذلك لإجراء تقنية البي سي آر. السامبل is added to a growth plate، احنا نحضر growth plate في المختبر، وهذه الجروث بليت دائما نضيف لها كوفرنج يعني فوق السطح للأقار ومشاكل ذلك، نضيف طبقة من سوليوشن، والسوليوشن يكون ريتش ان بكتيريا لأنه الأورجانيزم يعيش على البكتيريا ذات كان سيرف از فود سورس، يتغذى على البكتيريا فينشط الأورجانيزم وبذلك يستطيع الريبرودكشن ويصبح عدده كبير، فنجري عملية الكلتيفيشن أو الكلتشر في اللابراتوري. The initial screening is accomplished by incubating the plate، من نزرع البليت بعدها نقوم بعملية الانكوبيشن، والانكوبيشن تم على ديجري 42 ديجري سنتيغريد، يعني نحطها في انكوبيتر والانكوبيتر تكون التمبرشر لها 42 ديجري سنتيغريد. انتهينا من الدياغنوزز للنجليريا فاولري. البريفنشن مثل ما قلنا انه هذا الاورجانيزم دائما يتواجد في الوال القديمة، أي مياه الراكدة ومياه البحيرات القديمة أو تجمعات المياه الملوثة، فأحسن ما نجري هو عملية الكلورينيشن أو الفلاشينج. إضافة الكلورين ونغير الـ pH level بحيث تصبح غير مناسبة لمعيشة الباراسايت، ونتجنب استخدام هذه المياه للغسل والاستنشاق والوضوء وما إلى ذلك، أو إجراءها استخدامها للزراعة وما شابه ذلك، فنترك
يعني نتجنب الأمر، ونستطيع بذلك تجنب والحد من انتشار أو السيطرة على هذا الباراسايت. ما راح أطالبكم أكثر بهذه أكثر من اللي ذكرته. يعني قلنا إجراء الكلورينيشن وتغيير البي اتش للووتر بحيث يصبح غير مناسب، وعدم استخدام هذه المياه للغسل والوضوء وما إلى ذلك. انتهينا من النجليريا فاولري. هناك الأكانثو أميبي، هذا يسموه أورجانيزم أكانثو أميبا، يسبب لنا كيراتايتس، يسموها أكانثو أميبا كيراتايتس. الكيراتايتس يعني التهاب المنظمة، التهاب جزء من العين. It is a rare parasitic infection، يعتبر أحد الباراسيتيك انفكشن النادر كذلك في الكورنيا او القرنيه. ذات برايمري اوكير ان كونتاكت لينز ويرر. هذا هنا ناخذ بالنا، كل من يستخدم عدسات لاصقه للعيون، طبعا نقوم بحفظ هذه العدسات اللاصقه بسوليوشن. هو الشركة تجهز كونتينرات صغيرة، يعني يحطون بها سوليوشن، وقت ما نلبس هذه نحط الكونتاكت لينز، خصوصا الليديز والجيرلز يحفظون هذه الكونتاكت لينز بهذه السوليوشن. فالسوليوشن هذا يجب أن يكون على الدوام نظيف، وما يبقى فترات زمنية طويلة، لأنه تنمو به ويحصل كونتامينيشن به بالأكانثو أميبا يسبب لنا كيراتايتيس. نعم، فإذا حصل يعني كونتامينيشن لهذه اللينزز، كونتاكت لينزز، وخليناها على عيوننا وبحركة بسيطة، قد يحصل خدش أثناء عملية يعني وضع هذه اللينزز، فيتمكن الباراسايت من اختراق الكورنيا ويسبب لنا انفلاميشن، انفكشن ليميتد تو ذا ابيثيليوم. في البدايه يستطيع الباراسايت من التواجد في طبقه الابيثيليوم اللي تغطي الكورنيا، مما ينشا عنه ابيثيليال دندرايتس، يعني او بانكتيت ابيثيليو، يعني ينشا عنه التهاب. بس أطلب منكم يعني بعد إجراء الانفكشن يحصل عملية التهاب في الإبيثيليال الكورنيا، وتصبح الكورنيا رينج ان بيشنت وذ أكانثو أميبا كيراتايتس. هذا يصبح شكل العين المصابة للشخص بالأكانثو أميبا بهذا الشكل. ان سمري، وآخر شيء هذا في محاضرتنا هذه، ناخذ سمري للأميبك مننجايتس والمننجيو انسيفالايتس. هناك مثل ما قلنا برايمري أميبك مننجيو انسيفالايتس اللي سبب لنا اياها النيريا فاولري اللي هو فريش ووتر برين ايتنج أميبا. تتواجد النجليريا فاولري في الفريش ووتر مثل ما ذكرنا سابقا، وتستطيع اختراق البرين بالصورة اللي ذكرناها. هذا البرايمري مننجيو انسيفالايتس، يعني اميبك مننجيو انسيفالايتس. وهناك كما ذكرنا هناك سكندري اميبك مننجايتس اللي يسبب لنا اياها انت اميبا هيستوريتيكا عند وجودها في الاكسترا انتستاينال تشو. النجليريا فاولري ايضا السبب لنا مننجايتس، ويصنفوها على اساس
اميبو فلاجيليت، يعني تمتلك فلاجيل النجليري مثل ما شرحنا سابقا، و الفولت والكلورين وتغيير البي اتش يعتبر سنسيتيف لل الاورجانيزم، وتستطيع النجليريا تحمل درجات اكثر من 42، يعني قد تصل الى 45 ديجري سنتيغريد، وبعدها فوق ذلك يهلك. اكسبوجر تو ريفر ووتر مثل ما قلنا، الدخول الى الاماكن المياه الملوثه لاجل السباحه او الغوص او الاستنشاق بهذه المياه يسبب لنا الانفكشن، وهذا الانفكشن يعتبر رير وليثال انفكشن، يعني مهلك الهلاك بظروف 1 to 2 weeks. وان حصل انفكشن في بهذا الباراسايت فالهلاكات تصل نسبتها، يعني اذا الشخص اصيب فنسبة الهلاك فيه تبلغ 97%. اتوقف عند هذا الحد ونواصل ان شاء الله next week.